مجموعة من العرب كانوا على موعد مع أخطر رجل على البشرية، المسيح الدجال. تميم الداري ورجاله وقصتهم مع المسيح الدجال. معكم أنا عمرو كريري، وهذا اللي راح نتكلم عنه في الفيديو اليوم. فاعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة ولا تنسوا الجرس، ويلا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ. كيفكم يا غوالي؟ عساكم طيبين. القصة غريبة وعجيبة. شيك بالنعناع يا عزيزي المتابع ومسلياتك، وبسم الله نبدأ. أيوه صح، وترى اللايكات والاشتراك والجرس مجانا، فاكبس وانت معدي اكبس. مع بعثة النبي عليه الصلاة والسلام خرج مجموعة من الرجال النصارى في حدود 30 رجل من قبائل لخم وجذام، وعلى رأسهم شخص اسمه تميم الداري، وكانوا بحارة. فخرجوا يبحروا في سفينتهم، طلعوا سفينتهم وأبحروا عادي والأجواء طبيعية. وخلال ما هم في رحلتهم في عرض البحر، إلا وفجأة بدأت الأجواء تتغير وتتبدل، والعواصف تهل عليهم من كل جهة، فلعبت فيهم الأجواء والأمواج لعب، وضعوا في البحر لمدة شهر. وبعد معاناة شهر مع هذه الأوضاع بدأت تتكشف عنهم العواصف، وهم مو عارفين يحددوا موقعهم ولا عارفين هم فين بالضبط. إلا وفجأة مع تكشف العواصف يشوفوا جزيرة غريبة ظهرت لهم في عرض البحر، ما قد شافوها ولا مروا عليها، فكانوا مستغربين. لكن في نفس الوقت توجهوا إليها على طول ونزلوا للجزيرة وبدأوا يدخلوها ويتجولوا فيها. وخلال ما هم يتجولوا في هذه الجزيرة وفي هذه الأجواء الغريبة، إلا وفجأة يطلع لهم مخلوق غريب كله شعر، ما يعرفوا وجهه من قفاه، ويتمخطر قبالهم، خافوا منه وقاموا يقولوا ويلك ما أنت. فتفاجأوا إلا وهذا المخلوق يرد عليهم ويقول لهم أنا الجساسة. هنا صدموا مخلوق غريب ويتكلم، فقاموا يقولوا وما الجساسة؟ إيش الجساسة؟ رد عليهم هذا المخلوق بأنه أتركوكم من هذه الأسئلة وروحوا لهذا الدير هناك، ففي رجل متشوق للأخبار اللي معكم. وقامت تنادي واحد منهم باسمه، فهنا ارتعبوا وشكوا إنها شيطانة. هو باقي شك إنها شيطانة؟ فمشوا من عندها بسرعة وهم متوجهين لهذا الدير يشوفوا إيش الحكاية وإيش آخرة هذا الحال اللي هم فيه. فوصلوا للدير ودخلوا وهم في هذه الأجواء الغريبة والمخيفة ومستعجلين. فلما دخلوا الدير إلا ويشوفوا قدامهم منظر صدمهم، رجل ضخم جدا وبنيته عظيمة، وكانوا يشوفوه جالس ومكبل بالسلاسل من كل ناحية. وخلال ما هم مصدومين ومنبهرين من هذا المنظر أمامهم، قالوا ويلك ما أنت، إيش قصتك وإيش حكايتك؟ فرد عليهم وقال لهم أما خبري فقديكم شايفين، محكوم بالسلاسل ومنعزل في ذا الدير بوسط الجزيرة، لكن أنتوا إيش حكايتكم وإيش اللي جابكم هنا؟ فبدوا يسردوا له قصتهم وقالوا نحن ناس عرب ركبنا في سفينة بحرية وحطينا في عواصف ولعبنا الموج شهر، وبعدها حصلنا نفوسنا قدام هذه الجزيرة وختمتها هذه الدابة اللي لقيناها برا اللي ما تعرف وجهها من قفاها من الشعر اللي فيها، ودلتنا عليك هنا في الدير، وصراحة خوفنا منها تكون شيطانة. فبعد ما عرف قصتهم ومن فين جايين قام يسألهم ويقول لهم علموني عن نخل بيسان. قالوا ايش فيه؟ ايش اللي تسأل عنه في نخل بيسان؟ وهم مستغربين رجل في هذه الحالة ويسألهم عن نخل بيسان. فقال لهم هل يثمر؟ قالوا نعم يثمر عادي. فقال لهم أما إنه يوشك ألا تثمر. فاستغربوا من كلامه أكثر. خلال ما هم في لحظة صمت واستغراب إلا ويسمعوا صوت ويكسر الصمت ويقول علموني عن بحيرة طبرية. فقالوا معروفة بحيرة طبرية بس تسأل عن إيش فيها بالضبط؟ فقال فيها ماء. فكانوا مستغربين من أسئلته، بحيرة طبرية ونخل بيسان؟ قالوا طبعا فيها ماء وماء كثير. فقام يقول لهم أما إن ماءها يوشك أن يذهب. فكانوا مستغربين وش اللي يبعد الماء، وكانوا يشوفوا بعضهم مستغربين ومتعجبين موقف غريب. فقام يسألهم ويقول علموني عن عين زور.
عند زغر قرب بحيرة طبرية في غور الأردن، فكانوا يناظروه باستغراب. اسأل عن عين زغر، قالوا إن عرفها عين زغر، ولكن عن إيش تسأل فيها بالضبط؟ فقال لهم هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قالوا أيوة، مويتها كثيرة ووافرة وأهلها يزرعون منها. فسكت هنا وهم منتظرين إيش بيقول عنها، ولكن باغتهم بالسؤال يسألهم ويقول علموني عن نبي الأميين ماذا فعل؟ فقالوا سمعنا إنه خرج من مكة ونزل يثرب. فقال لهم قتلوه العرب؟ قالوا نعم قتلوه العرب. فقال إيش سوى فيهم؟ فقالوا إنه ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. فقام يقول لهم فعلا صار هذا الشيء؟ قالوا نعم. بشوية إلا ويسمعوه يقول أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. استغربوا من هذه الردود وهذا الكلام اللي يقولوا لهم. فبعد ما انتهى من أسئلته وكلامه قام يقول لهم أنا الآن بعلمكم عني، إني أنا المسيح. وهم مستغربين وش المسيح، هم ما يعرفوا إلا المسيح المخلص عندهم في الكتاب المقدس. واستمر في كلامه ويقول لهم وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فما أبقي قرية إلا وهبطها في 40 ليلة إلا مكة وطيبة. طيبة اللي هي المدينة المنورة يثرب، فهي محرمة علي، كل ما جيت أبغى أدخل واحدة منهم إلا ويستقبلني ملك بسيفه يصدني عنها، وفوق هذا يكون على كل نقب منها ملائكة يحرسوها. استغربوا من هذا الكلام اللي يقولوا هذا الكائن قباله. فبعدها طلعوا من عنده وهم في قمة الصدمة من هذه اللحظات الغريبة اللي عاشوها وهذا الكلام اللي سمعوه من هذا الرجال. وبعد ما طلعوا من الجزيرة وركبوا سفينتهم وأبحروا، قدروا إنهم يتوصلوا لوجهتهم وتوجهوا على طول دايركت للمدينة يثرب، متوجهين للنبي عليه الصلاة والسلام. صلى على النبي عزيز المتابع. فلما وصلوا أسلموا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وعلموه بكل هذه الأحداث اللي مرت عليهم. فبعدها النبي عليه الصلاة والسلام طلع على المنبر وخطب في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يعلمهم بهذه الحكاية، وإنها توافقت مع اللي قالوا لهم عن الدجال في آخر الزمان. هذه القصة وردت في حديث اسمه حديث الجساسة، وهو وارد حتى في صحيح مسلم. وفي الختام نقول مثل ما نقول دوما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.